الاستاذ الزرق محمد عادل بمحكمه سيناء بمكناس وعضو المجلس الجهوي لعدول السينافيه مكناس. اولا رمضان كريم. تواجدنا اليوم ان شاء الله في اطار القرعه ديال الدوري التضامن الذي دابت جمعيه المحامي الشباب بمكناس على ان تستضيفه وذلك في نسخته الرابعه تحت دوره الاستاذ عيوش. نحن بدورنا نشارك لاول مره في هذا الدوري التضامني اللي عندنا يعني الشرف اننا نكون من ضمن الفرق المشاركه. واول نتوجه بالشكر للجمعيه ديال المحامين الشباب على اتاحه الفرصه لنا في هذا الدوري هذا، ونتمنى ان نعطي اضافه نوعيه في هذا الدوري على ان نعقد ان شاء الله يعني لقاء في هذا الدوري ابتداء ان شاء الله من بدايته في 25 في هذا الشهر هذا. ورمضان كريم للجميع. كما اود ان اشكر جميع من ساهم من قريب او بعيد في اعداد هذا الدوري، والى يعني السلطه القضائيه باعتبارنا نحن من ممثلي القضاء ومن مساعدي القضاء في هذا يعني في هذا الدوري هذا. ونتمنى يعني ان تكون لجميع الفرق ان تنال حظها وان تستمتع بهذا الدوري في افق ان عقيدة الساده العدول بدورهم دوريا خاصا بهم في يعني بالنسبه للسنوات المقبله ان شاء الله. وتحياتي للجميع ورمضان.